يقول أحد الإخوان في سؤاله: أنا لا أعرف السبب الذي جعل من مالي، يعني الفلوس كيتسرقوا لي في الدار، ولا أعرف إن شاء الله ما السبب وكيفاش يتسرقوا لي من الخزانة، يتسرقوا لي من جيبي، يتسرقوا لي من، إذن أنا كيفاش غادي ندير؟ راهم يتسرقوا لي. أنت واحد من اثنين يا أخي، الفلوس يتسرقوا لك، أنت واحد من اثنين، إما أن هنالك من يراقبك ممن تثق فيهم ويسرقونك، وإذا كان الذين يعيشون بقربك يسرقونك فعلى الإنسان أن يسأل نفسه: لماذا يسرقني أقرب الناس إلي؟ إما للؤم طبعهم إذا كنت سخيا معهم، وإما أن تكون بخيلا تمنعهم من حقوقهم فيلجؤون لهذه الطريقة المشروعة حتى يحصلوا على ما ينفقوا به على أنفسهم في مجال الضروريات. ولقد قالت هند لرسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وأنا أسرق منه بعض المال، قال: خذي وما يكفيك وأهلك بالمعروف. ما يكفيك، ما يكفيك بالضروري، وأهلك بالمعروف. وهذا مستبعد إن شاء الله تعالى، حتى لا أدخل عليك الوسواس فتسيء الظن بأهلك وبمن هم أقرب إليك. لكن هذا غير مستبعد عند كثير من الناس، غير مستبعد. كثيرا ممن كان يشكو أن ماله كان يسرق منه ولا يعرف من يسرقه، وفي الأخير وجدوا أن أقرب الناس إليه يسرق منه المال، لأنه لم يكن أبدا يدور بخلقه أن هؤلاء يمكن أن يسرقوا له المال. لكن هذا احتمال بعيد. ثاني كيقول لك: أنا حاضر روحي وحاسب فلوسي وكذا وكيتسرقوا لي. أولا إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا كان كيسرقوا لك شي ناس من غير الآدميين بحال الشياطين ولا، فإني أقول لك هذه الخطوات: الخطوة الأولى لكي تحصن مالك أن يكون إن شاء الله تبارك وتعالى مالك حلالا، حلالا، لأن الله يمحق الربا ويروي الصدقات، وقد يؤخذ مالك بطريقة من طرق لا تدري كيف يعاملك الله هذه المعاملة. لن ترى بركة المال الحرام أبدا، المال ديال الربا، المال ديال القرقوبي، المال ديال التجارة الحرام، المال اللي كليته للناس، المال تاع الرشوة، المال اللي كتبيع به الخمر، المال اللي كتبيع الدخان، المال اللي والعياذ بالله تؤذي به الناس. هذا الأذى الذي تؤذي به الناس لا يمكن أن يكون والعياذ بالله تجارة عكية سببا في إلحاق الأذى بالأمة وأنت تنتفع، لا يمكن. ينفع عليك أن تحصنه إن شاء الله تبارك وتعالى بمسألة الحلال، 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 هذه الأولى. ثانيا أن تسمي الله تبارك وتعالى على مالك إذا أخذته، وتسمي عليه الله إذا وضعته، وتسمي الله عليه إذا أخذته لتنفقه، سمي الله. فإذا سميت الله تعالى على مالك فلن يكون للشياطين على أموالك سلطان أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل المرء إلى بيته فلم يسلم على أهله وما بداش بسم الله، يقول الشياطين: ضمننا لكم إن شاء الله تعالى الدخول إلى البيت. وإذا وضع الطعام على المائدة ولم يسم الله قال: ضمننا لكم الطعام. وإذا دخل إلى فراشه مع زوجه ولم يسم الله قال: وضمننا لكم إن شاء الله تبارك وتعالى الفراش. وإذا لم يسمي المال على المال وكان حراما ضمننا لكم إن شاء الله أموال، قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، شاركهم في الأموال والأولاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك أن الإنسان إذا سمى الله تعالى لا يأكل الشيطان، لكن إذا نسي أكل الشيطان. فإذا تذكر وهو لا زال يأكل فليقول بسم الله أوله وآخره، فإذا قالها قام الشيطان فتقيأ كلما أكله، كان طعامه الذي طعمه عذابا عليه بسبب بسم الله أول وآخره. إذن فسمي الله تبارك وتعالى يحفظ لك مالك إن شاء الله تبارك وتعالى. رابعا عليك أن تزكيه، فإن لم تكن تزكيه فقد تركت شره في مالك يكاد أن يمحق كل المال.
فإن لم يمحق قدره محق بركته، فليس له أي بركة. سمعتنا أخوي؟ هذه أمور لا بد أن تفعلها إن كنت تريد أن تحصن مالك من شياطين الإنس والجن. أما الأهل ديالك إن شاء الله فأنت أعرف بهم، وأنت إن شاء الله أخبر بما يضمرون وما يعلنون لطوال مدة معاملتك معهم. والله تعالى أعلم.